بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي بمجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات مادة الفيزياء. هنكمل حديثنا عن المراجعة على بعض المصطلحات الموجودة في منهج الفيزياء. طيب، هنكمل كلامنا إن شاء الله عن القوى المعيقة، وهي قوة ممانعة يؤثر بها المائع في جسم يتحرك خلاله، وتعتمد على حركة الجسم وعلى خصائص كل من الجسم والمائع. طيب، القوة الموازنة هي قوة تجعل الجسم متزنا وتكون مساوية في المقدار لمحصلة القوة ومعاكسة لها في الاتجاه. طيب، إذن القوة المعيقة هي قوة ممانعة يؤثر بها إيه؟ المائع في جسم يتحرك خلاله. زي إيه؟ الجارب مثلا اللي بيمشي على البحر، في البحر مثلا، ففي قوة ممانعة للسائل للماء بتمنع الايه هذا القارب. طيب، هذه تسمى بالقوة المعيقة، وهي قوة ممانعة يؤثر بها الماء في جسم يتحرك خلاله، وتعتمد على حركة الجسم وخصائص كل من الجسم والماء. طب لو زادت اللزوجة القوة المعيقة، هل هتزيد ولا مش هتزيد؟ احسنت، هتزيد. طيب ازاي؟ يعني انت مثلا لزوجة الماء مثل لزوجة العسل؟ لا، في فرق. العسل اللزوجة بتاعته اعلى، فبالتالي انت لو هتحرك جسم على العسل هيتحرك ببطء جدا، لان القوة المعيقة هنا كبيرة، انما لو هتحركه في المية هيكون سهل لايه الحركة. طيب، القوة الموازنة قوة تجعل الجسم متزن. ليه؟ لانها بتكافئ القوة المحصلة اللي بتأثر على الجسم ده في المقدار، وبتعكسها فين؟ في الاتجاه، فبالتالي الجسم هيكون ايه؟ متزن. قوة تجعل الجسم متزن وتكون مساوية في المقدار لمحصلة القوة ومعاكسة لها فين؟ في الاتجاه. طيب، القياس ميجرمنت هي المقارنة بين كمية مجهولة وأخرى معيارية. كتلة الجاذبية هي تحدد قوة مقدار الجاذبية بين الجسمين. كتلة الكسور وهي مقياس لممانعة أو مقاومة الجسم لأي نوع من القوة. طيب، الكميات العددية أو الكميات القياسية هي كميات فيزيائية يلزم لمعرفتها المقدار فقط. مقدار فقط. يبقى كميات فيزيائية لها مقدار وليس لها إيه؟ اتجاه. زي إيه؟ زي الطول وزي الوزن. الطول مثلا أقول لك ارتفاع السبورة دي كم؟ متر ونص. متر ونص بس. 150 سنتي. انما نقول لك 150 سم في اتجاه الشمال ولا في اتجاه الجنوب؟ لا، خلاص. طيب، كميات المتجهه هي كميات فيزيائيه لها مقدار واتجاه. زي ايه؟ زي الازاحه وزي السرعه المتجهه. كل هذه الاشياء كميات متجهه. طيب، ننتقل بعد ذلك الى مجال الجاذبيه وتاثير محيط بجسم له كتله يساوي الجذب الكوني مضروبا في كتلة الجسم ومقسوما على مربع البعد بين مركز الجسم. طيب، المحصلة هو متجه ناتج عن جمع متجهين آخرين، ويشير دائما من زر المتجه الأول إلى رأس المتجه الآخر. طيب، المخطط التوضيحي للحركة هي صور متتابعة تظهر مواقع جسم متحرك في فترات زمنية متساوية. مخطط الجسم الحر نموذج فيزيائي يمثل القوى المؤثرة في نظام ما. مركبة المتجه ومسقط المتجه على أحد المحاور. مسار المقذوف هو مسار يسلكه الجسم المقذوف في الفضاء. المسافة هي كمية عددية تصف بعد الجسم عن نقطة الأصل. معامل الاحتكاك الحركي ومعامل الاحتكاك السكوني. معامل الاحتكاك الحركي هو مين؟ الخط الممثل للعلاقة البيانية بين قوة الاحتكاك الحركي والقوة العمودية، وهو ثابت بلا وحدات قياس. طيب، أما معامل الاحتكاك السكوني هو برضه ثابت بلا وحدات قياس، يعتمد على السطحين المتلامسين، ويستعمل لحساب الاحتكاك السكونية، قوة الاحتكاك السكونية العظمى قبل بداية الحركة. طيب، ما هو المقذوف؟ هو جسم يطلق في الهواء مثل كرة القدم، وله حركتان مستقلتان، إحداهما أفقية والأخرى رأسية، ويعد وبعد إطلاقه يتحرك تحت تأثير قوة الجاذبية فقط. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى منحنى السرعة اللي هو المتجه والزمن، السرعة المتجهة والزمن، ومنحنى الموقع والزمن. طيب، منحنى السرعة والزمن هو رسم بياني يمثل الميل بتاعه ايه؟ التصارع.
هو رسم بياني يمثل تغير السرعة المتجهة بدلالة الزمن وتحديد إشارة تسارع الجسم المتحرك. يبقى منحنى السرعة والزمن ده الميل بتاعه يمثل التسارع. طيب منحنى الموقع والزمن الميل بتاعه يمثل السرعة. يبقى هو رسم بياني مستخدم في تحديد موقع جسم وحساب سرعته المتجهة وتحديد نقاط التقاء جسمين متحركين، ويرسم بتثبيت بيانات الزمن على المحور الأفقي والمحور الرأسي وبيانات الموقع على المحور الرأسي. طيب البوزيشن أو الموقع هو المسافة الفاصلة بين الجسم ونقطة الأصل، ويمكن أن تكون موجبة أو سالبة. الموقع اللحظي هو موقع الجسم عند لحظة زمنية تؤول إلى الصفر. وإلى هنا يا أحبابي نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، ولو في استفسار إن شاء الله بنتابع معكم من خلال منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلي.